فلنصغي معا لروح هذه المدينة، لنتخيل قصورها ومعابدها وأسوارها، ولنستكشف حاجتها للمحبة والرعاية، حاجتها للكلام الجميل، فأطلالها تغوينا بالكتابة إليها. هنا تعلم الإنسان الكتابة لأول مرة، وصنعت الأوعية المعدنية التي كانت أداة اختراع الكتابة المسمارية. هنا ابتكرت الكتابة التصويرية وتطورت إلى الخط المسماري. في هذا المكان كان يصنع الفخار غير الملون باستخدام الدولاب أو عجلة الفخار. هذا هو مهد أقدم قصة كتبها الإنسان، ملحمة جلجامش، الملحمة السومرية المكتوبة بالخط المسماري على 12 لوحاً طينياً. ملك كانت والدته إلهة خالدة ووالده بشراً فانياً، لذا قيل إن ثلثيه كان إلهاً والثلث الباقي بشراً. بدأ بإدراك أنه لن يكون خالداً. لم يكن الملك محبوباً من قبل شعبه الذي سخره لبناء سور حول مدينته، فابتهل الشعب إلى آلهته لتجد له مخرجاً من الظلم الذي وقع عليه. إحدى الإلهات قامت بخلق رجل بدائي يغطي الشعر الكثيف جسده ويعيش في البرية، يأكل الأعشاب ويشرب الماء مع الحيوانات. كان يخلص الحيوانات من مصائد الصيادين الذين كانوا يعتمدون في حياتهم على الصيد. اشتكى الصيادون للملك، وبعد محاولات من الملك لإخضاعه أقر ذاك البدائي بقوة الملك وأصبحا صديقين. بعد زمن مات أنكيدو صديق الملك، فأصيب بحزن شديد. لم يصدق حقيقة موته، لذا لم يدفنه إلا بعد أسبوع عندما بدأت الديدان تخرج من جثته. بدأ الملك رحلة بحث عن الخلود والحياة الأبدية، واستمرت رحلته رغم تقديم النصح له بالاستمتاع بما تبقى له من الحياة بدل أن يقضيه في البحث عن الخلود. عام الكثير وأصابه الإخفاق تلو الإخفاق، فعاد إلى مدينته، وعندما اقترب منها شاهد السور العظيم الذي كان قد أمر ببنائه وقد اكتمل، فعرف في قرارة نفسه أن عملاً ضخماً كهذا هو أفضل طريقة ليخلد اسمه. جلجامش ملك الوركاء، تل الوركاء، والتي عرفت باللغة السومرية أوروك، كانت من أوائل المراكز الحضارية في العالم. تقع الوركاء في محافظة المثنى على بعد 18 كيلومتراً إلى الشمال الشرقي من السماوة، وهي اليوم عبارة عن موقع أثري يتألف من سلسلة من التلال تحتل مساحة تقدر بأكثر من 5 كيلومترات مربعة، ويبلغ أقصى ارتفاع لها 18 مترا. تلال معجونة بعبق الزمن تشكل حديقة، قصيدة، ترنيمة. كشفت التنقيبات الأثرية عن مدينة تنتظم في منطقتين جغرافيتين هما إيانا وكولابا، وقد عثر على سور المدينة الذي يبلغ طوله 9 كيلومترات والمحصن بأبراج. بدأ عصر فجر السلالات في العراق في حوالي العام 2800 قبل الميلاد، واستمر لمدة 6 قرون، وهو يعرف أيضاً بالعصر السومري القديم أو عصر الدويلات المدن، حيث لم تتوحد البلاد تحت مظلة مملكة كبيرة واحدة. والسومريون كما اتفق غالبية علماء العصر الحاضر هم سكان العراق الأصليون، وكانوا يعرفون بأصحاب حضارة العبيد في وسط وجنوب العراق. كانت أراضيهم تمتد جنوباً إلى جزيرة ديلمون البحرين حالياً، وهم أصحاب أقدم حضارة أصيلة متطورة في العالم. لغتهم من اللغات التي تعرف بالملتصقة،
ومن خصائص الإلصاق فيها أنها كثيراً ما تدمج مفردتين لتصبح كلمة واحدة يستند معناها إلى معنى المفردتين الداخلتين في تركيبها. على سبيل المثال، كلمة لوكال مكونة من مفردتين، الأولى لو أي الرجل، والثانية كال أي العظيم. خلال عصر السومريين تقدم فن العمارة، وخصوصاً في مجال بناء القصور والمعابد، فظهرت العقود لأول مرة في البناء، وكذلك القباب كوسيلة للتسقيف. كما أخذت العمارة أشكالاً مختلفة، منها تحصين المدن بأسوار منيعة وبناء بيوت لسكن عامة الناس. تقدم فن التعدين وسبك المعادن، وقطع فن النحت شوطاً بعيداً نحو التقدم. شهد المجتمع نوعاً من الاختصاص في الصناعات والحرف بعد أن توسعت المدن جغرافياً وسكانياً. نضجت الكتابة وانتشر استعمالها في العصر السومري، فدونت الآداب والأساطير والسجلات الرسمية وأعمال الملوك والأمراء، ووثقت علاقاتهم بغيرهم من الحكام، وكذلك بالنسبة لشؤون الناس العامة كالمعاملات التجارية والأحوال الشخصية والمراسلات، فضلاً عن الشؤون الدينية والعبادات، حيث كان يتم التوثيق بمجموعة من العلامات والرموز الطينية، وقد رافق ذلك اختراع الختم الأسطواني للتوثيق الملكي. على الصعيد التقني هيمن استخدام القرص الدوار والعجلة على صناعة الفخار، وفي مجال الفنون عرف هذا العصر تطوراً مهماً في نحت التماثيل واللوحات. داخل سور، والذي يعود تاريخه إلى فجر السلالات السومرية، إلى عهد جلجامش الملك الخامس من سلالة أوروك الملكية، كشفت التنقيبات الأثرية عن سلسلة متعاقبة من المدن يبدأ تاريخها من عهود ما قبل التاريخ، وربما قبل العام 5000 قبل الميلاد. الحياة المدينية تظهر بصورة واضحة للغاية في أوروك، وبشكل يفوق ما تظهره أي مدينة أخرى من مدن ما بين النهرين. كما يظهر الإلهان السومريان الرئيسيان اللذان عبدا في أوروك القديمة، وهما الإله آنو أو آن وهو رب السماء، والإله أنانا وهي ملكة السماء. زقورة آنو من أهم معالم المدينة، وهي متوجة بالمعبد الأبيض الذي امتلك ثروة ضخمة، فالذهب والفضة والنحاس فيه شغلت بمهارة فائقة، كما عكست الأختام والتمائم حرفية عالية جداً في إنتاج الرسوم الدقيقة. زقورة أخرى لمعبد يان المقدس تشهد على مدى اهتمام العديد من الملوك بتخطيط المدن وتحقيق تطورات معمارية عديدة. تعود أقدم الطبقات الحضارية في منطقة إيانا إلى أواخر عصر العبيد، حيث كانت الأبنية الإدارية وأبنية العبادة فيها تتألف من باحات وشرفات وقاعات وحمامات وبناء ضخم يشبه القصر، وأبنية دينية ذات أروقة ثلاثة مع جناح مستطيل في مقدمة البناء. بعض الجدران زينت بأحجار وكتل طينية مخروطية وكأنها زخارف فسيفسائية ملونة. أفضل نموذج لهذا النمط من البناء المعبد الأبيض، الذي يتألف من ثلاثة أروقة مشيدة فوق مصطبة ذات انحدارات غير منتظمة مع سلم يقود إلى المعبد. من أهم المكتشفات مسلة من حجر البازلت تميزها أفاريز نفذت بأسلوب النحت البارز، ورأس امرأة من المرمر، وأختام أسطوانية، وكتابات تصويرية. أعيد بناء منطقة إيانا، فهدمت الأبنية الضخمة وسويت بالأرض، وشيدت فوقها باحة لتقديم الأضاحي وما يشبه ورش العمل للحرفيين،
إضافة إلى بناء ضخم مشيد باللبن المدكوك. وكما ارتبطت بعصر الحضارة المكتوبة إنجازات مهمة على الصعيدين التقني والحضاري، نشأت في هذا العصر سلسلة من المحطات البشرية التجارية على أطراف الطرق المهمة، حيث انتشرت حضارة أوروك انتشاراً واسعاً وامتدت بين جنوبي بلاد رافدين ومنحدرات جبال زاغروس وطوروس. وظهرت في هذا العصر بوابات المدن التي بنيت وفق مخططات تصميم، وشيدت المباني الدينية فوق مرتفعات تعلو الأسوار، وكانت واجهاتها مزينة بمخاريط اسطوانية ملونة. الوركاء مرت بعدة عصور، ابتداء بعصر العبيد والذي يمثل عصر ما قبل التاريخ، مرورا بعصر فجر السلالات، ثم العصر الأكادي والعصرين البابليين القديم والحديث. الوركاء من المدن القليلة التي استمرت تنبض بالحياة ويسكنها الناس منذ عصر ما قبل التاريخ إلى العصر الإسلامي، بسبب ما احتوته من مقومات الحياة وقربها من نهر الفرات وظروفها المناخية المناسبة، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي. الوركاء كانت أول مدينة تشكل برلماناً خاصاً بها، والذي كان يتألف من مجلس للشيوخ وآخر للشباب المحاربين. وقد طلب جلجامش اجتماعاً للبرلمان في مدينته إبان حصارها من مملكة كيش. كان فيها ما يعد أول مسرح في العالم، ويشهد على ذلك موقع أثري يسمى بيت أكيتوا، والذي يعني اسمه رأس السنة. كان بيت احتفالات رأس السنة، وهو عبارة عن قاعات كبيرة تضم مسارح للتمثيل، حيث كان المسرح والتمثيل ينطلقان في بداية شهر نيسان مع رأس السنة السومرية والبابلية. ومثلما شهدت الوركاء أول منظومة للري، هي صاحبة أقدم أثر فسيفسائي، ويثبت ذلك معبد الفسيفساء الذي يبرز إلى جانب المعبد السومري والمعبد البابلي والمعبد الأكادي والمعبد الروماني والقصر الملكي وممراته ومعبد جلجامش، المعالم الأثرية البارزة الشاهدة على حضارة مميزة. نقرنا بأصابعنا بوابة الماضي، ولجنا منها إلى حيث تلال وأطلال تمسك بالصولجان، صولجان لم يعد واضحا إن كان ما زال يحتفظ ببريقه أم أنه خبى. فيتبادر إلى الأذهان سؤال: ترى من الأفضل، الماضي أم الحاضر أم المستقبل؟ مما وصل إلينا تبين أن المشاكل الإنسانية لا تزال كما كانت منذ الأزمنة الغابرة. في رسالة مصرية يرجع تاريخها إلى عام 256 قبل الميلاد كتب: في الصيف كما في الشتاء راتبي لا يؤمن لي الراحة. شيشرون الذي عاش بين عامي 143 و106 قبل الميلاد قال: ها نحن في الأول من حزيران ولم ننجز شيئا بعد. ديوكلتيان وفي عام 301 للميلاد قال: من منكم لم ير بعينه النزعة الحالية التي تسبب ارتفاع أسعار السلع الضرورية إلى حد تعجز اللغة عن وصفه؟ وجلجامش آثر البحث عن الخلود، عن سراب، على أن يستمتع بما بقي له من حياة. المشاكل هي ذاتها في كل زمن، والإنسان يصنعها بنفسه لنفسه، وما زال يصنعها لهذا الموقع المثير، ما زال يصنعها لتاريخه وحاضره ومستقبله.